شوف هون ايش مكتوب. اول اشي لازم نعمل داونلود للبروفريف من هذا الويب سايت، فنسوي له كوبي لينك، بعدين بنفتح الفيرتشوال بوكس، نعمل ستارت اوكي. وبعدين ايش لازم نعمل بعد ما نسوي داونلود؟ لازم نعمل انستال لهاي اللايبراريز اوكي، واكيد راح يكون هون. ف اول اشي بدنا نستنى الاوبونتو ليضوي، وبعدين بعد ما نسوي ننزل راح نكتب هذا الكود بالتيرمينال، راح نسوي انستال لللايبراريز، بعدين راح نسوي extract the archive, open a terminal in the extracted folder and type. تمام، يعني اول اشي لازم ننزل هذا الفولدر، بعدين ننزل اللايبراريز، بعدين لازم نعمل extract للفولدر اللي نزلناه، بعدين ندخل الفولدر ونعمل extract. اوكي خلينا نشوف. اول اشي بنضوي الفايرفوكس، بعدين بنعمل بيست للي سوينا له كوبي اللينك، بيست، بعدين راح ينزل لي فايل، هيا نعمل سيف فايل اوكي. بعدين هو اوتوماتيك راح ينزل وين؟ عند الداونلودز. فبنفتح عند الفايلز، بنروح عند الداونلودز، هنلاقي عنا بروفريف، هيو بروفريف. ايش بنعمل؟ اكستراكت. لا، اول اشي قبل ما نعمل له اكستراكت في خطوة لازم نعمل، open terminal، بعدين نعمل paste لهذا الكود. خلصنا step 1، هلأ بنسوي step 2. اوكي، بنحطها هيك paste. alright، نكتب الباسورد، تمام خلص. بعدين هاي نعمل cancel، بعدين ايش مكتوب؟ ندخل extract the archive. اول خلنا نشوف هاي، نعمل snipping tool احتياط، بعدين ايش نعمل؟ نعمل archive، ندخل الفايل، نعمل بندخل على ال downloads، ندور على الفولدر، بنعمل له extract، extract here، تمام. لما نعمل له extract حيطلع عنا folder extracted، يعني مثلا هيو صار عنا هذا extracted. بعدين بندخل جوا الفولدر وبنعمل open terminal، بعدين ايش بنسوي؟ نكتب build، نعمل copy، بعدين paste جوا الterminal. وين احنا؟ اوكي بيست، تمام. بعدين بنعمل ناخد هذه، نعمل save as، اوكي whatever، خلص اجنور هذه. اوكي خلصنا هاي، بعدين ايش اخر خطوة؟ نعمل بروفريف اكزامبل تيست، نعمل تيست هون، خلنا نسوي هون. ممتاز، خلاص سوينا.